ميكرو تكوميك مع فريد. كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على التحضيرات ديال عاشوره اللي جايه على الابواب. غنشوفوا اش كيحضروا في عاشوره بكل تواضع. شنو كتحضر في عاشوره اللي جايه على الابواب بكل تواضع؟ خويا بالنسبه لي عاشوره بدعه، وهادشي راه تقليد اعمى، وما لا يجوز ايها العجوز. لا يجوز ايها العجوز بكل تواضع. انت ما كتوجد ليه والو. نو لا كريكعات لا الويزات لا هذا كيتسمى تقليد اعمى. تقليد الاعمى خصهم يحيدوا الدراكات ويشوفوا الحياه. يحيدوا الدراكات حيت الحياه اكبر منهم. معقوله التقاليد ديالنا كل نيل عرفوا بونسي. وي 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 جيكوني جيكوني افون دو رياجير الفو ريفليشير بكل تواضع. افون دو بارلي الفو بونسي بكل تواضع. علي ميرسي ثانك يو تافيني شكرا جزيلا كذلك. بكل تواضع. كاش كتحضروا في عاشوره؟ خويا كنحضروا الكركاع اللوز. اللوز بغيت باش دير البوز. اييه بكل تواضع. اي ضروري. اييه الدراري الصغار ياخذوا الطعارج ياخذوا دوك الزمامر جميع الزمامر ديال الطوط بكل تواضع. اي تواضع. الدراري اش كتشريو لهم؟ دوك داكشي ديال الالعاب. الالعاب الالعاب باش كيلعبوا في عاشوره. الدريات ناخذوا الطعارج الدراري الصغار كناخذوا لهم كمانجات. كمانجات كديروا فرقه ديال ولاد الحلاوي بكل تواضع. اييه ديك الليله كتعرقوها والنشاط. النشاط بكل تواضع. ونديروا ديك الشعاله ولا اش كيقولوا لها؟ الشعاله. الشعاله وهذا هو اللي كنديروا حنا. كتقولوا عطوني فلوس بابا عيشو. فلوس بابا عيشو. كتخرجوا الدراري يقولوا عطونا فلوس بابا عيشو. اييه عندكم هاد العاده حتى هي. اييه عندنا. واش كتبان لك هاد العاده هو صحيحه ولا بدعه؟ لا لا مزيانه هاد العاده مخلينا جدودنا من بكري مزيانه متبعينها. مخلينا جدودكم بزاف يبقاو ديروها. ايوا شنو بكل تواضع. تواضع بكل تواضع. كما كيقولوا الصدفه خير من الف ميعاد. تلاقينا مع الفنان الجلالي وغنسولوه على التحضيرات ديال عاشوره. اشنو كتحضروا في عاشوره في الدار عندكم؟ العاشوره ما خصناش نديروا ما خصناش نديروا العافيه. ما خصناش نديروا هكا العافيه ما نديروش العافيه ما نديروش الطعارجه. نديروا الصداع والقنبله حتى هي ما نديروهاش. ما نديروش القنبله وما نديروش العافيه باش ما نخدموش صحاب بومبيه بكل تواضع. بومبيه ما خصناش نخدموا بومبيه. ولا داروا العافيه يخدموا البومبيه. ما يجيو العافيه البومبيه وقع لي شي حاجه. وما غيبقاش عندنا الماء غيساليو ذاك الماء اللي عندهم وغنوليو عاوتاني كنستهلكوا في الماء. ما بقاش عندنا ماليه ولا ميزانيه ولا لا ما خصناش نديروا عاشوره طعريجه. نديروا نديروا حطينا من الناس. نديروا تاكلوا الناس هضروا الناس ما تهضروش على على بابا عاشوره وعاشوره عاشوره. لا ما خصكش ديروها ما خصكش تقولها. خصكش تهضروا الناس مواضيع اخرين. مواضيع اخرين مواضيع اخرين نكتات على بحال حوار بحال كدي دبابه 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 الحوار حوار وهضروا معاهم. ما خصكش تهضروا على عاشوره وهذا معقوله الطعريجه هذيك تكز 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 بكل التواضع ما كايناش. ما كايناش على الناس. خصو يهضروا مع الناس يهضروا معنا ومعقول الهضره. ولكن ما خصكش شعلوا العافيه. ما يشعلوش العافيه. العافيه لا والو. العافيه. تتوقع الناس تعمل الناس. معقول هذا ميساج هذا ميساج من عند فنان مغربي. مغربي. يعني في عاشوره ما خصهمش يشعلوا العافيه وما يلعبوش بالقنبله. ولا ولا المرض وقع لي شي حاجه. ودابا علاش هاد الناس دابا علاش قال صلى الله عليه وسلم لا العافيه لا عاشوره. راسو قال ما ديرش العافيه ولا عاشوره. يعني عاشوره كتسمى بدعه. بدعه بدعه وكل ظلام نار قال عارم جهنم. صدق الله العظيم. عارم ولكن واحد القضيه الناس جو الناس هضروا تاكلوا شربوا اتاي ياكلوا الويزات كريكيعات كريكيعات هكا تاكلوا ما تهضرش على طعريجه شري ابابا بابا شري لي طعريجه ابابا بابا ما كايناش. لا قال ابابا شري لي طعريجه شري لي طعريجه. اش مستفد؟ بغى يخرج بغى يخرج الشيخ هذا بكل تواضع. يخرج باينوا له العافيه. العافيه اش يبانوا العافيه اش يبانوا اش بانوا الشيطان الشيطان تيبان تيخرجوا دابا العافيه. لا تيشعلوا العافيه عاشوره كيشعلوا العافيه الشياطين باش لا شي شياطين تيبان الشيطان. كيبان الشيطان. الشيطان هو شعل العافيه تير وتيهضر بكل تواضع. تواضع تيهضر معاهم تيهضر معاهم قال هلا شكرا شكرا شكرا. خرجنا الشوارع وكنسولوا الناس على التعريف ديال عاشوره. واش يجوز ان الناس يحتفلوا بعاشوره ولا لا؟ لا يا اخي لا يجوز الاحتفال بها ولكن يجوز يجوز الانسان يحزن فيها لان عشره محرم هي فاش مات الحسين عليه السلام ابن فاطمه الزهراء عليه السلام فاش قتلوه في كربلاء قتلوه وبدوا لنا احنا السيره اليوم قالوا لنا صام. قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب عند اليهود ووجدهم صائمون وقال لهم
لو بقيتوا للسنه القادمه لصمتوا التاسعة وعاشوراء، بل هذه كذبه، بل هي الحقيقه ديالها هي مقتل الحسين بن فاطمه الزهراء عليه السلام، والاحتفالات اللي كنحتفلوا بها باش اشعار النار وهذيك اشعار النار هو حرق الخيام ديالو. وبابا عاشور كان ملي كنقولوا بابا عاشور ما داك كانوا كيلبسوا كيقولوا عاشوري عاشوري دليت عليك شعوري. بغينا نسولوك دابا ايا عاشورة على الابواب، شنو التحضيرات اللي كتحضروا نتوما كنساء في الدار؟ السلام عليكم، مبروك عواشركم بوغتو المول لي ماروك. علينا وعليك بكل تواضع. ميرسي. يعني بالنسبه للعواشر كتعرف العاده اللي كتكون بالنسبه للناس كاملين، كاين اللي كيدير هذاك الرفيسه اللي بالمجمنه. انا تنحضر داك الشيء ديال الفاكهه. كديروا قديده قديده من الويه على العواد؟ اييه، ما كرهتش انا نحضر العونيات كاع. او العونيات كاع ضروري هذوك العواشر ولا شي دقه مراكشيه. كما قلتي كتشريو الفاكهه اللوز. فاكهه القرقاع، المهم فاكهه بالجمع ديالها كامله، فيها اللوز فيها القرقاع فيها الكاوكاو فيها كلشي. وكتشريو طيرجات بنيدرات بكل تواضع ضروري. يعني تقدر تجيب لي انا اختي، اختي كتفاجئني انت كتجيب لي شي. انا نجيب لك اختك؟ ومني غنجيب اختك؟ واش انا نجيبها ولا اختك كتجيب لك؟ كتجيب لي اختك كتجيب لك طيريجه ولا بنيدير؟ كتشري لك بنيدير ولا طيريجه؟ ضروري دير انا كل عام كتجي كتبداو عيشوري عيشوري. ربما نقدر نشري لها ناخذ لها شي حاجه، ناخذ لها شي سيرفيط ولا شي حاجه. شي كوزينه ولا مونيكا؟ لا شي سيرفيطه. سيرفيطه؟ سيرفيطه. في عيشوره؟ ما نقدرش ناخذ لها مونيكا ولا شي حاجه. لا. وكتجمعوا كتغنيو؟ ضروري. بكل تواضع. بكل تواضع كندونسيو انا وياها. عيشوري عيشوري دليت عليك شعوري عيشوري. مونتيفي. تحياتي.